متابعينا الاعزاء، الله يسعد اوقاتكم وكل خير. نتواجد عند الاستاذ الله يطول عمره عبد العزيز عقيل اللاحق الشمري. ابو عقيل الله يسعدك ويسعدك يا هلا، الله يحييك. احنا نتواجد في مجلسك الله يطول عمرك. يا هلا الله يحييك، مبروك ساعه يا ابو عبد الله، جيت وجيت الحوت الان. احنا عندنا برنامج مسمينه مجالس مفتوحه في مدينه حائل، وحنا لنا شرف ان نكون مجلسك من ضمن برنامجنا. الله يعافيك، شرف. حدثنا الله يطول عمرك عن شابتك وخبرتك الله يطول. احنا طال عمرك الشابة هذه طال عمرك كل عصر يوميا، وكل عصر الحمد لله نجتمع على ما قال احنا والحوات الغامض طال عمرك، وحنا على اثر ناس قبلنا يا ابو، ولا ما احنا لاحقين معهم شيء. ونعم. لكن لو على ما قال يقول سدد له قارب وحول له حول الدعوه. لا ابوي الله يرحمه راعي شاب، الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه. اي والله يغفر له ويرحمه. امين. ابو عقيل كم صار لك على هالشب هذا اللي يطول؟ والله لي اكثر من 20 سنه أكثر. ما شاء الله. وانت يعني مدرس معلم، وبالعصر يعني الصبح دوام والعصر دوام، ما شاء الله. اي والله الحمد لله يا رب. يعني تداوم على القهوه العصر هنا لان الشباب. اي والله يا رب. هنا الحمد هنا الحمد لله، فاضيين لله الحمد وجلسه يا رب لك الحمد. والله ما حد فاضي يا ابو عقيل، ما انت مفضي نفسك غصب. الله يطول عمرك. الله يحييك. ويجتمعون عندك هالنشاب. ساعه مر كل بركة الشبة اللي تجمعها بينكم طال عمرك، هذه كل هي بركة إن شاء الله. وين موقعك الله يطول عمرك؟ أنا طال عمرك بحاي بحي الخزامة حول الألماني، عاد اللي بيسير الله يحييكم المتابعين يطول عمرك. الله يحييكم. تحية تحية. الله يحييكم. في هذا المجلس يتواجد معنا راعي الحفير، جاي من الحفير. تعرفنا على نفسك الله يطول عمرك. عقاب عبيد الحين. ونعم والله ونعم. عليك زوج. ونعم. أبو عقيل حدثنا عن أبو عقيل الله يطول عمرك، جاي من الحفير وتقوى عندها العصر. والله ونعم والله. عقيل زميل بالجامعة يا ابو، ما شاء الله. وهذا طبعه وعلى الطيب وعلى هالكرم وعلى هالهوى من يوم هو طالب اللي يومك هذا، ما شاء الله. واليوم مريت حائل، عاد لازم امر على ابو عقيل. وانت الجواب هذا يدل على وفاك الله يطول عمرك. الله يعافيك، من طيب والله ابو عقيل. اي والله. نتعرف على اخينا. حياك الله يا غرامك. هلا، انا عبد الهادي اللاحتي. ونعم. انا شهادتي مجروحه، الحين حسيت فهو اخوي ومدحت فامدح نفسي. الله يطول عمرك. انت ابتسامتك ما شاء الله مقبول ان شاء الله. تو الشاب لا الحمد، هذه سجيه بهالديره عموما يعني لله الحمد. والحمد لله احنا تراوس وفتحت لنا الباب واجتماع الغانمين. جزاك خير. الله يطول عمرك. ابو يزيد عرفنا على الاسم الله يطول عمرك. زاهي محيريت. ونعم الله. والله نومسنا ابو عجيب هالشبه، ومن جاء مقال الحايل حنا بعد ندلوا عليه ونجيبوه له ونصفوه له. والله نومسنا وتجتمع عنده الغانمين كل عصر. طيب نعم مقال عندنا شبه لكن يوم بالاسبوع. يا الله يا الله. ونبي نغطي عندك ان شاء الله، نبي نجيك ان شاء الله يوم غد. احنا يوم يلا نقوم به، هو ما شاء الله عليه يوميا. الله يعينك. شبتك ما شاء الله. طيب ان شاء الله. اي والله ونعم. حدثنا عن فوائد هالشبات الله يطول عمرك. والله تجتمع بها رجال وعلى ما قال يسولفون بالسوالف اللي تنفع الناس والشيء القديم والشيء اللي على ما قال يجمع الناس ما يفرزه. فالشبات الناس ما تصبر عنه صح، خاصه بالديره هذه. الله يجزاهم خير ويعين الشعر يشوفه. الله يجزاهم خير. شكرا لك ابو يزيد. كما يتواجد ابو ماجد الحربي. يا هلا ابو ماجد. بكرم هلا. هلا الله يحييك. الله انت جار وانا افتخر بجيتك الله يطول عمرك. جزاك الله خير. الله بعد نفتخر حنا. الله يطول عمرك. حنا عند ابو عقيل ونتقاوى عندك العصر. يدم حله دائم عنده ابد ومدهل للرجال بعد ابو عقيل والله. ونعمه. الله يطول عمرك. ما شاء الله هذا المجلس اللي ما شاء الله تبارك الله. متحف دلال شيء ما شاء الله، منظر مثل ما تلاحظونه. ما ودنا يعني نتكلم شيء ان انتم تشوفونه ما شاء الله تبارك الله، ترتاح به نفسيا. وما شاء الله وابو عقيل ما شاء الله يهتم بالتراثيات ما شاء الله، ورجل يطول عمرك والمحل المبروك ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك خير. وكلام الله وكتابه موجود. الله يبيض وجهك ووجهك ويسعدك. اللهم امين. الله يطول عمرك ما شاء الله. امين. ما شاء الله. من هذا بالصورة اللي أبو عقيل؟ هذا أبوي الله يرحمه. رحمه الله، رحمه الله، الله يغفر له ويرحمه وجميع المسلمين. ما شاء الله تبارك الله. المحل المبروك سمع به النشامة وما شاء الله. وهذه كفارة المجلس يختمها اللي بيطلع كفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.